السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف ماروسي. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشوفوا ملخص للقذيفة، نرتبوا فيه الأفكار نتاعنا كمراجعة نهائية للاختبارات. ما جماعة في القذيفة لازم تكونوا تعرفوا واحد ست أشياء هكذا. أول حاجة اللي هي طبيعة حركة الجسم على المحورين او اكس و او يغرق. الحاجة الثانية اللي لازم نعرفها هي المعادلات الزمنية للسرعة والموضع. كثالث حاجة اللي لازم نعرفها هي معادلة المسار. كنقولوا معادلة المسار يعني يغرق يساوي اف اكس. رابع حاجة لازم نعرفها هو المدى، يعني ابعد مسافة تصل اليها يصل إليها الجسم. كنقولوا الجسم يعني الجسم المدروس. خامسا الذروة، الذروة اس. حاجة اللي لازم نعرف على الذروة اس ان في إيكغيك يساوي الزيرو. دوك من بعد نعاودو نرجعو لها ان شاء الله. واخيرا السرعة، على بالي السرعة في في اي لحظة واش هي؟ هي في اكس مربع زائد في إيكغيك مربع. هادو لازم نعرفهم. اذا نطرقوا لكل وحده فيهم. اذا نبداو مع الاول، طبيعه حركه الجسم على المحور. كي نقول يا جماعه طبيعه الحركه معني لازمني نطبق القانون الثاني لنيوتن باش نشوف التسارع نتاع. اذا واش لازمني ندير؟ مثلا نفرضوا بلي عندي هكذا معلم تاعي إيكغراك زاد ما يهمش، المهم راح نسميها انايا او اكس إيكغراك، ولا زاد ولا ما يهمش هنايا التسميه كيفاه. نفرضوا بلي القذيفة نتاعنا كانت هكذا، جماعة ما نحفظوش لأن القذيفة قادر تكون كيما هكذا، قادر تكون كيما هكذا، قادر تكون مثلا للأسفل يعني تهبط هكذا للأسفل. يعني حنا ما نحفظوش، حنا نتعاملو على حساب التمرين. حنا فقط راح نديرو هذه هنايا للاستئناس فقط. إذا جماعة دائما طبيعة الحركة لازم تعاودو ترسمو الرسم وتمثلو القوى المؤثرة على الجسم. هاهي بي، لانه في القذيفة عندي فقط قوة الثقل بي، ودائما قوة الثقل بما ان عندي محورين او يغراغ و اكس، اذا راح تكون عندي بي اكس و بي يغراغ. بما ان البي عمودي على او اكس فان بي لي اكس يساوي الصفر لانها عمودي، اما بي يغراغ لاحظوا معايا راه موازي، اذا هي نفسها بي هكذا. وبما ان الاتجاه نتاعهم راه يتخالفوا اذا ناقص. هذه بالاسقاط دائما كي تكون موازي نديروها مباشرة بي، وكي تكون عمودي صفر. إذا أولا راح نقولو الجملة نتاعي، الجملة المدروسة نسميه كرة أي حاجة يعطيها لي، المهم جسم أس ميهمش. المرجع سطحي أرضي نعتبره جاليلي، ولا نقولو له عطالي. واش معنتها يا جماعة مرجع عطالي؟ المرجع اللي جاء أصلا مبدأ العطلة تاع نيوتن واش يقولك؟ يقولك قوة، شوف ببساطة نختصرها، واش هو العطالي؟ راح نقول المرجع العطالي معنتها لازم يكون إما في حالة سكون أو في حركة مستقيمة منتظمة، لأن القانون الثاني الأول لنيوتن واش يقول لك؟ مبدأ العطالة يقول لك إذا كانت محصلة القوة تساوي صفر فإن الجسم إذا كان في حركة سكون راح يقعد في حركة سكون، أما إذا كان في حالة حركة فراح يكون في حالة حركة مستقيمة منتظمة. الآن حنايا علاش فرضنا بلي هاد السطح الأرضي للمركز نتاعه مبدأ المركز نتاع المبدأ نتاع المعلم نتاعه هو مبدأ الحركة نتاعي تاع القذيفة، علاش اعتبرناه عطالي أي جاليلي؟ لأنه بالنسبة لمعلم آخر يعتبر جاليلي. علاش؟ والشرط واش هو جماعة؟ الشرط لازم تكون الحركة صغيرة جدا مقارنة بدوران الأرض حول نفسها. هذا هو الشرط اللي لازم يكون. بعد تمارين يسقسيك تقول له أن الشرط اللازم أن تكون الحركة صغيرة جدا، يعني من رتبة 10 سكوند أقل هكذا، ما تكونش كبيرة بزاف. إذا راح نزيد نكمل بتطبيق القانون الثاني نيوتن. واش عندي؟ عندي مجموع القوى الخارجية يساوي أم في أ. أنا على بالي باللي القوى الخارجية عندي فقط بي تساوي أم. الآن واش راح نقول؟ راح نقول بالإسقاط على محور الحركة زوج نقطات. نبداو بأو إكس. كي نقولو بأو إكس
الإسقاط بي راح تعطيني بي لي إكس تساوي أم أ إكس. بي لي إكس يساوي صفر، أي أم في أ إكس يساوي بي لي إكس، وتفهمنا بي لي إكس بلي صفر. هذه واش تكافئ؟ تكافئ ولا تستلزم أن أ إكس يساوي صفر. واش معناتها جمع أ إكس يساوي صفر؟ معناتها نقولوا حركة مستقيمة منتظمة على المحور أو إكس. نفس المبدأ كملنا مع أو إكس نمشيو لأو إيكغيك. راح نقول كذلك بي لي إيكغيك دائما بالإسقاط على المحور أو إيكغيك. راح نقول بي لي إيكغيك أم أ إيكغيك، أي بي لي إيكغيك شحال لقيناها؟ لقيناها ناقص بي، ممكن نديرو ناقص أم في جي، هاي ناقص أم جي تساوي أم أ إيكغيك. هذه واش تستلزم؟ نختزلوا الأم مع الأم، أي أ إيكغيك يساوي ناقص جي. بما أن التسارع ثابت راح نقول حركة مستقيمة، بما أن أ ثابت راح نقول متغيرة، جمع متغيرة بانتظام على المحور أو إيكغيك. واش معنتها هذيك متغيرة؟ معنتها إما متزايدة أو متناقصة. هذه فقط راني نشرح لكم. وقتاش تكون متزايدة؟ لما التسارع ضرب السرعة لازم يكون أكبر من الصفر. ومتناقصة وقتاش تكون؟ لما التسارع يكون ضرب السرعة أقل من الصفر. ماشي معناتها التسارع سالب يعني الحركة متباطئة، لا، هكذا نقولو متباطئة متناقصة ولا متسارعة متزايدة. هنا كملنا حركة مستقيمة متغيرة، فهمنا بلي أنها إما تباطؤ أو تسارع. وقتاش نقولوا انها متباطئه؟ لما يكون ا في في اصغر من الصفر. ومتسارعه واش نقولوا؟ لما يكون ا في في يساوي الصفر. الان اجمعك من مع اول عنصر. الان نروحوا لثاني عنصر اللي تفهمنا واش هو، المعادله الزمنيه للسرعه والموضع. هنا لازم تفهموا واحد الحاجه، نتوما جماعه ماكوش قارين قريتوا هذه الامور قبل ما تقراوا التكامل، نتوما ماكوش مطالبين بهذه الامور، ولكن حفظوا هذه. بما ان دي في على دي تي يساوي ا، والان تاعي عباره عن ثابت، راح نقول هكا بالتكامل. هذه واش راح تعطيني؟ تعطيني هكا. هذه دائما حفظوها، دائما تكون هي. اما دي اكس على دي تي يساوي في هكذا، وممكن نكتبوا حتى دي مربع اكس على دي تي مربع يساوي ا. نفس المبدا، لان يعني كون اشتقوا طرفين على المشتقه الثانيه تساوي مشتقه تاع في، والمشتق تاع في هي نفسها. تقولوا كذلك بالتكامل، هذه نحفظوها، سواء تكون اكس ولا ايكغيك ولا زد ما يهمنيش، نتوما غير بدلوا هادو السلام. نصف ا تي مربع زائد في زيرو تي زائد اكس زيرو، حيث في زيرو اكس زيرو نجيبوها من الشروط الابتدائيه حسب التمرين نتاعي. اذا نبدا اول شيء مع السرعه ولا المعادلة الزمنية للسرعة. راح نبداو على المحور او اكس. نفس المبدا راح نكتبو هاد الكتابة، هادي تكتبو نتوما دي في على دي تساوي ا بالتكامل، هاي في تساوي ا تي زائد في زيرو هكدا. حنا بما اننا في او اكس نديرو في اكس ا اكس في زيرو اكس. ا اكس لقيناها مقبل زيرو، اذا هادي كامل راح تروح لي بالصفر. في الاخير راح تكون عندي في لي اكس تساوي في زيرو اكس. لاحظوا معايا يا جماعه، راح نكتبوها هنا بعد نحيوها ماشي مشكل. فرضا هذا هو المحور او ايكغيك. ممكن الحالات اللي تقدروا تلقاوها تاع السرعه قادر تلقاوها كيما هكذا او كيما هكذا، او نادرا ما تلقاوها كيما هكذا، صح؟ اذا اولا راح تكون عندها مركبتين، هذا في زيرو اكس، هذا في زيرو إيكغيك، حيث هذه ألفا كما في الحالة نتاعنا مثلا، هذه اللي رانا دايرينها، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تكون منطبقة على المحور، يعني موازية للمحور أو إكس، يعني ما كانش هذيك الألفا، يعني نتوما في التمرين كامل ما تلقاوش هذيك الألفا، سواء في السرعات سواء في المعادلات المسار كاع ما تلقاوش هذيك المال السرعة. وأخيرا تكون ممكن الزاوية كما هكذا، حيث هذا راح يمثل لي في أو إكس
وهذا وش قلنا ممكن هذاك لن نمثله هكذا. هذا هو في او اكس وهذا اللي راه الاسفل هنايا في او واي. هذه ثلاث حالات اللي ممكن تقدروا تلقاوها، هاي في اكس في زيرو و في زيرو اي، ممكن هذه نسميوها تيتا. شوفوا الحاله الاولى، لاحظوا معي بما ان في او اكس راه في المثلث هذا وراه مجاور للزاويه الفا، اذا في زيرو اكس بما انه مجاور للزاويه اذا تعطيك في زيرو كوس، لان المجاور هو كوس. اكيد راح نعكسوها في في او واي. اما هنايا في زيرو اكس هي نفسها في زيرو، اما في زيرو ايغريك تساوي الصفر. علاش؟ لانها عموديه على المحور او ايغريك. الا سماه لي زاد نكتب زاد ماشي مشكل. اما هنايا دائما جماعة بديو بالسهله، دائما بديو بالمجاور. لاحظوا في او ايغريك هي اللي راها مجاوره لتيتا، اذا نكتب في او ايغريك، وعلى بالي بلي المجاور هو كوس، اذا مباشره ندير له تساوي هنا تساوي في زيرو كوس تيتا، واكيد راح نعكسوها بالنسبه للاكس. اذا هادو هما ثلاث حالات اللي ممكن تصيبها. احنا راح نخدمو بالاولى، اذا هنايا راح نكتبو في زيرو اكس، نكتبهم يعني يا جماعه ما نحفظش، مباشره ندير دائما نتعامل واش راه عندي، كي نحفظ راح نضيع. اذا يا جماعه واش معنات هذه في اكس تساوي في زيرو كوس الفا؟ اذا هاد السرعه دائما ثابته، اذا كون تشوفوا المنحنى تاعها، اذا فرضنا بلي هذا هو المنحنى تاعها، عندي هنا في اكس وهنا تي، اذا المنحنى تاعها راح يجي على هذا الشكل. كون يعطيكم منحنى هذا يقول لك استنتج في زيرو اكس، هي نفس هذه النقطه هذه اللي هنايا، هذه هي نفسها هنايا في زيرو اكس، وثابته تقعد ثابته وتساوي في زيرو كوس الفا في الحاله نتاعنا باش ما نحفظوش. ننتقل الان الى او ايغريك، نفس المبدا تكتبوا له دي في على تساوي ا بالتكامل، عندنا في تساوي ا تي زائد في زيرو. نعوض هنا ايغريك ولا زاد ما يهمنيش انا واش يعطيني، مش غنتحصل، راح نتحصل على في ايغريك تساوي ا ايغريك لقيناه بلي هو ناقص جي تي زائد، وفي زيرو ايغريك في الحاله تاعنا في المثال تاعنا دينا هكذا واش يا جماعه ما نحفظوش. هنايا كي نرسم البيان تاعي على الشكل الاتي راح يخرج لكم كيما هكذا. هنايا عندي في ايغريك دوتي، هادي دائما المبدا هو في زيرو ايغريك. هاد الجماعه هاد النقطه هادي هنايا هي وين نسميوها حنايا الذروه. يا اخي قبيله كتبت لكم في الذروه ان في ايغريك يساوي الزيرو، لاحظوا معايا كي نديرو الاسقاط، اذا كي يعطيني هاد البيان هادي واش نستخرج منه؟ نستخرج الزمن اللازم، هذا يمثل الزمن اللازم لبلوغ الذروه، هذا يمثل الزمن اللازم لبلوغ الذروه اللي هو تي اس. كون يعطيني هذا البيان مثلا هذا واش نسا، كي نخرج الزمن اللازم لبلوغ الذروه نقدر نخرج مثلا ايكراغ اكس فقط، نعود في معادلات الزمن. الان واحد الملاحظه خفيفه يا جماعه، اذا فرضنا بلي هذا هو نقولوا مثلا هذا، لاحظوا معي شفتوا في اكس فيتاس في اكس في زيرو اكس على العام ثابته، ها على العام ثابته وين ما تكون ثابته، يعني نفس الطول نفس الطول نفس الطول. اما في زيرو ايغريك لو باريزون هذه راه طالعه تطلع بقيمه عظمى، تبقى صغار تبقى صغار، حيت كي توصل الذروه تولي زيرو، ومن بعد عليك تبقى تهبط تولي هكذا تشوف الاسفل. لاحظوا معي هنا في البيان علاش خرجت لي السرعه سالب، لان لاحظوا بلي شعاع السرعه عكس المعلم نتاعي، دائما كي تكون شعاع السرعه عكس المعلم راح تخرج بالناقص اكيد. عليها هنا نشوفوا ان الفيتاس بعد الذروه تولي سالبه، كي تشوفوها سالبه واش معناتها؟ معناتها انها عكس المحور نتاعي.
الآن كملنا مع المعادلة الزمنية للسرعة، نمشيو للمعادلة الزمنية للموضع. نفس المبدأ، راح نبدأ بأو إكس. قلنا تكتبوا دي مربع إكس على دي تي مربع يساوي أ بالتكامل. ها وش عندي؟ عندي إكس يساوي نصف أ تي مربع زائد في زيرو تي زائد إكس صفر. ينعوضوا بإكس، صح؟ هنا أ إكس وفي زيرو إكس. أ إكس يساوي زيرو، إذن هذا كامل يروح لي بالزيرو. وعلى ذلك أنا بلي في زيرو إكس هي نفسها في زيرو كوس ألفا تي. هذه جمع إكس زيرو، هذه نجبدوها من الشروط الابتدائية. هكذا أغلب الأوقات تكون صفر، ولكن إحنا ما نحفظوهاش تساوي صفر دائما. أجمع يا أخي تعرفوا تخرجوا الإحداثيات عند لحظة تي تساوي صفر. هاي اللحظة تي تساوي مثلا في الحالة نتاعنا هذه، راح تلقاو بلي صفر، والارتفاع هذا مثلا نسميوه اش. كون بدالي منا صفر صفر، كون بدا مثلا هذا الموضع هذا، راح يكون هذه المسافة هذه هي اكس زيرو. إذا احنا دائما نتعاملوا على حساب واش يعطينا. نتوما دائما كي يعطيكم الرسمة هذه، روحوا اكتبوا الإحداثيات هذه نتاع المبدأ. هكذا في الحالات نتاعنا راح نديو حنا المثال تاعنا، نديو اكس زيرو يساوي صفر، إذا راح تعطينا بهذا الشكل هذا. إذا كي نرسم البيان هذا واش راح يعطينا يا جماعة؟ عطيني مستقيم يمر بالمبدأ. كون يعطيوها لكم مثلا، واش الحاجة المهمة فيه؟ الحاجة المهمة فيه هو الميل، لأن أي حاجة هذه راه مضروبة في تي، هذه تمثل الميل. لأنه ما تحسش يعطيك هذا البيان، يقول لك استنتج من البيان في زيرو، ويكون عندك كوس ألفا، تحسبوا الميل مباشرة، تديو زوج نقطات، ديروا تانجونت مثلا، تانجونت تيتا تساوي دلتا إكس على دلتا تي، تديو زوج نقطات، مثلا نقطة هنا، شوفوا أنتم دائما أديو الأسهل، هكذا، راح تخرجوا الميل تاعكم وتخرجوا في زيرو، في زيرو كوس ألفا وش تساوي، ومن بعد تستخرجوا في زيرو. هذه بالنسبة للمعادلة الزمنية للموضع او اكس، عفوا الموضع اكس. الان نروحوا للموضع ايكراك ولا زاد، ما يهمنيش. نفس المبدا، ايكراك يساوي نصف ا تي مربع زائد في زيرو تي زائد ايكراك زيرو. راح نعوضوا هنا يا ايكراك وهنا يا ايكراك. انا على بالي باللي هذا نصف جي ناقص جي ا ايكراك تي مربع. في زيرو ايكراك دينا في المثال تاعنا سينوس الفا تي زائد ايكراك زيرو. هذا هو، وهذا هنا ما يهمش الاخر تاعها، لانه راح يكون على شكل قطع مكافئ. قطع مكافئ اجمع دائما هذيك الذروه، هذيك الذروه هذيك راح تمثل لك، لان البيان تاعك راح يجي على هذا الشكل هذا. الذروه هذيك راح تمثل لك هي اعلى مسافه توصلها الكره. الآن كي كملنا مع المعادلة الزمنية، نروحوا لمعادلة المسار. معادلة المسار يا جماعة هذه ثلاثة، معادلة المسار واش هي؟ راح نديروا الجمع ما بين المعادلة الزمنية للموضع إكس والموضع إيكغيك. نحيو هذه هنايا. لاحظوا معي، عندي إكس لقيناها بلي هي في زيرو كوس ألفا تي. نستخرجوا من تي، واش هي؟ تعطيك اكس على في زيرو كوس الفا. كي نستخرجوا تي، راح نعوضوها في المعادله الزمنيه للموضع ايكغيك تي. راح تعطيني ايكغيك، واش تعطيك؟ نصف ناقص نصف جي تي مربع زائد في زيرو سينيس الفا تي زائد ايكغيك زيرو. وايكغيك زيرو جمع نديوه على حساب التمرين تاعي، اذا كان في المبدا يعني راح تكون زيرو. إذا كان عليه مثلا يقول لك نضربوا كرة تاع تنس وطول اللاعب مثلا زوج متر، إذا نديو إيكغيك زوج متر كما قلت لكم وفهمتكم على حسب التمرين تاعي. وهنا نعوضو تي، في زيرو كوس ألفا إكس على في زيرو كوس ألفا. لاحظوا معايا هنا في زيرو مع في زيرو تروح، سينس على الكوس طونجونت راح تعطيني إيكغيك واش تساوي؟ ناقص جي مقسومة على اثنان في زيرو مربع كوس مربع ألفا في إكس مربع، زائد قلنا في زيرو تروح تبقى لي طونجونت ألفا في إكس زائد إيكغيك زيرو. وهذه هي معادلة المسار نتاعي، نديروها في إطار. وجماعة كما فهمتكم من قبيل،
معادلة المسار تاعي نفسها y يساوي f دو x. إذن وقتاش نخدم بمعادلة المسار يا جماعة؟ أنا يلاحظوا معي، أنا عندي زوج تاع المجاهيل، عندي x وعندي y. وقتاش نخدمه بمعادلة المسار؟ لما يكون واحد مجهول، لما يكون واحد مجهول والآخر معلوم. مثلا كما نديرو في الرياضيات كي نحسبو f لواحد نعوضو بالواحد، ولما مثلا نحسبو f لx يساوي الواحد مثلا نحلو هاد المعادلة هاد. نفس المبدأ هكذا. الآن ننتقل إلى رابع شيء اللي هو المدى. المدى جماعة هي أطول مسافة توصلها الكرة. إذا نعاودو نرسمو الرسم تاعنا كيما هكذا، ما يهمنيش من راح تنطلق، مثلا نديرو هكذا. المدى نتاعي يا جماعة هو هاد الطول هذا. بعض المرات يكون تحت محور الفواصل ماشي مشكل، بعض المرات تكون هكذا هابط حتى لهنايا ما يهمش. دائما يا جماعة نخدمو بالإحداثيات. مثلا هنا الإحداثيات هي دي صفر، والإحداثيات هنايا هي دي مثلا اش، واش هو هاد الارتفاع عفوا ناقص اش، لانه راه تحت محور الفواصل ناقص اش. هكذا يعني دائما نتوما خدموا بالاحداثيات نتاع المدى. شوفوا هذيك النقطه وين راه، خلينا نعرفوا نخرجوا الاحداثيات تاع المدى. الان نتوما واش ديروا؟ عندكم ايغريك، هذا ايغريك معلوم، اذا نعوضوا هنايا اكس تولي لكم ايغريك معلوم، مثلا نسميوها اش. صديقو هذه اش واش راح تكون؟ ناقص جي على 2 في 0 كوس الفا دي مربع زائد تانجونت الفا دي زائد ايغريك زد. الان باش نستخرج دي اكيد لازم كامل هادو يكون عندي معلومين. نعوض نورمال عادي، راح تخرج لكم معادله من الدرجه الثانيه، راح تحسبوا دي 1 ودي 2. اكيد واحد ممكن يخرج لكم بالسالب راح ترفضوه، ولا يخرج لكم دي فوا قيمه صغيره بزاف مثلا 0.02 ولا 0.07. المهم انتم دائما الى خرج سالب ماشي مشكل، الى خرج عدد صغير بزاف ما تديوهش. هكذا دائما ديو، دائما هذه المعادله تكون باينه، يعني الحل اللي نديوه يكون باين. هذا فيما يخص المدى. الان نروحوا للذروه. الذروه واش فهمتكم عليها يا جماعه؟ الذروه قلنا لازمنا هذه لازم تحفظوها في الذروه. كي تسمعوا كلمه ذروه افهموا بلي في ايغريك تساوي الصفر. علاش هذه الذروه فاش نحتاجها؟ لان لاحظوا معايا، شتو قبيله من الباين واش قلت لكم؟ بالباين هذا واش نقدر نعرفو؟ تي اس. وكي نعرفو تي اس نقدر نخرج اكس اس، نقدر نخرج ايغريك اس، نقدر نخرج في ايغريك في صح في ايغريك اس لقينا زيرو، وصح في اكس يكون ثابت. علاش؟ لان عندي الزمن. كي يكون عندي الزمن راني ديجا اصلا عندي المعادلات الزمنيه. كي دير المعادله الزمنيه نعوض في تي، وهنا كذلك نعوض تي ونعوض تي باش نستخرج ايغريك اس، كذلك نفس بالنسبه لاكس نعوض بالتي نستخرج. يعني كي يكون عندك الزمن كلش يكون سهل. الان كون ما يعطيكش هذا البيان انت راك عارف باللي في ايغريك يساوي الزيرو، تروح لهذه المعادله الزمنيه نتاع في ايغريك وديرها تساوي صفر وتستخرج تي. هنا واش نستخرجوا؟ تي اس واش تساوي؟ تساوي في زيرو سينوس الفا على جي. دوكا كي خرجنا تي اس، هذا تي اس الى مثلا قال لك احسب ايغريك اس، تروحوا هذا ترفدوه هنا وتحطوه بلاص تي، بلاص تي باش تحسبوا ايغريك اس. قال لكم اسيدي حسبوا اكس مثلا اس، كي نقولوا اكس اس يعني هنا نعتبروا هذه النقطه اس تاع الذروه، عندها احداثيات اكس اس ايغريك اس. هكذا انتم قلت لكم تي اس، عاود كذلك تروحوا المعادله الزمنيه نتاع الموضع اكس، تعوضوا هنايا تي بهذه العلاقه هذه وتستخرجوا اكس. ببساطه جماعه الخير هكذا. نمشيو لاخر حاجه تفاهمنا مع الذروه. الان نمشيو لاخر السرعه جماعه. السرعه دائما باش نحسب السرعه في اي، مثلا يقول لك احسب سرعه الارتطام عند النقطه هذه، مثلا عند المدى ارتطام مع الارض مثلا. باش نحسب السرعه لازمني في اكس وفي ايغريك. في اكس ماشي مشكل يا اخي، تفهمنا بلي ثابت، هو في زيرو اكس هو نفسه ثابت، دائما الاشكال يطرح هنايا في ايغريك. لاحظوا معي باش نحسبوا في ايغريك واش نحتاج؟ نحتاج المعادله الزمنيه للسرعه في ايغريك. ولكن واش هو المشكل فيها؟ الزمن. اذا واش لازمني نحسب؟ لازمني نحسب تي دي، يعني الزمن نتاع المستغرق للوصول الى المدى نتاعي. اذا باش نحسب هاد السرعه هذه واش لازمني؟ لاحظوا معي، نتوما من قبل راكم تكونوا حاسبين دي،
هكذا تكون حسب دي. اذا وين نلقى انا يا وين نلقى دي؟ نروح لهذا هذه اكس اكس تساوي كوس في زيرو كوس الفا تي. اذا دي واش هي؟ هي في زيرو كوس الفا تي دي. نخرج منها تي، اذا كان دي عندي معلوم نخرج، ما كانش عندي دي معلوم نخدم بالفاصله الاخرى ايغراك. نعاود نروح لهذه ايغراك مثلا، الى فرضنا باللي راح يكون هنايا مرتطم مع الارض مباشره، اذا ايغراك يساوي الزيرو، نديرو هنا يساوي الزيرو، راح تولي عندي معادله من درجه ثانيه، يخرج لكم تي ان وتي دو، اغلب الاوقات يخرج لكم واحد سالب، سالب ما نديوهش لانه عباره عن زمن. هذا نديو الاخر، كي تخرجوا تي دي سي بون، كي تخرج تي دي ساهل، نقدروا نحسبوا في ايكغاك. كيف نحسبوا في ايكغاك؟ نوليو المعادله الزمنيه نتاع في ايكغاك ونعوض تي. كي نعوض تي نحسب في ايكغاك، من بعد كي تحسبوا في اكس وفي ايكغاك سي بون، ديروا الجدر، ديروا هذه العلاقه هذه. يعني واش راح تولي لكم؟ تولي لكم ان في، راح نمحيو منها شويه من الاسفل هذه نكتبوها هنايا، راح تولي لكم مثلا هو راح يحوزكم على في دي، يعني سرعه الارتطام مع الارض، هي في اكس دي مربع، قلنا هذه ثابته هي نفسها في زيرو كوس الفا في جميع النقاط، يعني ما نديروش منها. قلنا لقينا المشكل في ايغريك دي، اول حاجه لازم نخمم فيها دائما يا جماعه، اول حاجه لازم تخمموا فيها هي الزمن اللازم لبلوغ المدى كامل، ولا الزمن اللازم لبلوغ الذروه، ولا يعطيكم اي نقطه هنايا اول حاجه تخمموا فيها اسكو نقدر نخدم الزمن، لانه كي تخرجوا الزمن صيبوا، كي تخرج الزمن اللازم لوصول هذيك النقطه ولا هذيك الاحداثيات صيبوا، الباقي كاع كامل يجي سهل. ودائما اسهل طريقه باش نخرجوا الزمن دائما وليو للاكس، الاكس في زيرو كوس الفا تي، هذه فرضا الا كان عندي اكس نولي دائما لهذه، اذا كان عندي ايغراك نولي لهذه، ما كان عندي لا اكس لا ايغراك ولكن نعرف السرعه في هذيك اللحظه مثلا كما قلنا حنايا في الذروه نعرف باللي في ايغراك يساوي الزيرو، نروح في ايغراك نعوضها بزيرو ونستخرج تي. ان شاء الله نكونوا درنا ملخص، وهذه هي كفايه الفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله تكونوا استفدتوا والله يسهل عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.